اذكر العذر الذي يقدمه الانسان لعدم ممارسته الرياضه. هاي خصك ويفيدك ونفس الشيء. شنو العذر اللي يعني يتحجج به الانسان حتى ما يمارس الرياضه؟ شو يقول؟ مشغول. عافيه، خلينا نشوف. ما في مجال. ما اي مشغول، ماكو وقت. نعم، عدم وجود وقت، ولكن مو افضل او اعلى احتمال. خلينا نشوف الدكتور جميل، انت شو تقول؟ اذا اعلى احتمال تاخذوه. تعبان. 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 نعم التعب، ولكن اقل.